بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. بصوا يا جماعه، الفيديو ده عن اسعار ثلاجات ال جي اللي موجوده في المعرض هنا. تمام، انا عندي تقريبا بتاع 10 ثلاجات ال جي، في منها التركي وفي منها الاندونيسي وفي منها البولندي، وعندي الاحجام المختلفه، عندي من اول 13 و14 و15 و16 و17 و18 لحد 22 قدم. تمام، هقول لكم الاسعار بتاعه ثلاجات ال جي. طبعا ال جي مؤخرا بتنزل ثلاجات تركي، انا عملت عليها فيديو مفصل، وطلع موتورها مش موتور ال جي، موتور جيك سيبيريا اللي موجود في المواتير الثلاجات التركي. طيب الثلاجات التركي يا جماعه اهي بيبقى شكلها عامل كده، ماشي. بس احنا هنجيب بقى ثلاجات بقى اللي هي الاندونيسي، وكلمتكم قبل كده عن حاجه اسمها الفريزنج كاباسيتي اللي هي القدره التجميديه للثلاجه، بعرف كفايه الثلاجه دي او بقارن بين الثلاجه والثانيه، بقارنه مع من بعض العظرف اللي هني بتبرد اكتر او اسرع او احسن من حاجه اسمها الفريزنج كاباسيتي. طيب اول ثلاجه معايا يا جماعه، ثلاجات ال جي بيكون الماتور عليه ضمان 10 سنين، والبادي والاجزاء كلها على 5 سنين، وبتكون معظمها ماتور انفرتر. انفرتر يعني بيوفر في الكهرباء، يعني مثلا لو بيستهلك في الكهرباء مثلا في المواتير العاديه بيستهلك 100%، لا بيوفر الماتور الانفرتر بيوفر مثلا يخليك يستهلك 60% 50% وهكذا. تمام، نقول برضو على ضمان شركه ال جي، هجيب لكم يا جماعه رقم شركه ال جي عشان الناس اللي هتسالني. ده ارقام صيانه ال جي في اللي هو الواتس، لو عايز تتواصل مع خدمه العملاء عن طريق الواتس الرقم ده، لو عايز تتواصل معاهم على الخط الساخن او عن طريق البريد الالكتروني عندك الايميل اهو، او الموقع عنوان الموقع اللينك بتاعه، والخط الساخن بتاعهم 199 60، وده رقم الواتس. طيب نتكلم بقى كده على الاسعار، والاسعار يا جماعه هحطها لكم على الشاشه. يعني كل ثلاجه، يعني دي اول ثلاجه معانا، دي اللي هي 22 قدم، دي اللي هي 547 لتر، الموديل بتاعها يا جماعه 722 اتش جي جي يو. تمام، جاب اعلى كفاءه واقل استهلاك للكهرباء، بتستهلك في الشهر 37 كيلو. بنفتح كده الثلاجه من جوه، نبص على الفريزنج كاباسيتي او القدره التجميديه بتاعتها. اهي يا جماعه بصوا، فريزنج كاباسيتي شايفين كام كيلو؟ القدرة التجميدية بتاعتها في ال 24 ساعة، يعني في اليوم 5.5 كيلو من الأكل، يعني تقدر تجمد لي أكل في اليوم أو تبرد لي أكل في اليوم، طعام اللي محطوط في التلاجة 5.5 كيلو منهم بس. تمام، دي يا جماعة تلاجة ال جي، دي أول واحدة، هحط لكم طبعا السعر بتاعها هحط لكم على الشاشة حالا. ماشي، ده الحجم بتاعها زي ما انتم شايفين أهو، عند الفريزر ما شاء الله حجمه كبير، يعتبر دي من اعلى ثلاجات ال جي. دي طبعا بيكون صناعتها اندونيسي. تمام، اندونيسي. تمام، دي المروحه المالتي اير فلو لفتحات التبريد، عندي اضاءه فوق اهي، عندي في رف من الازاز، عندي الايس ميكر اللي هو صانع التلج. تمام، في ناس ما بتحبوش في ناس بتحبه، بتحكم في التبريد عن طريق الترموستات ده. تمام، من عندي من 1 لحد 6، انت بتخليه على النورمال 3. تمام، وعندك برضو دليل جاي لك بيقول لك ازاي تتحكم في درجه الحراره او تستخدم الترموستات. فتحات التبريد ما شاء الله انا شايفها كبيره، فالتبريد بتاعها هيكون قوي. غير كده ان في برضه ستاره بتطلع تبريد اهي، بتبرر على الحاجات الاماميه اللي موجوده في الفريزر، وده الرف بتاع الفريزر خامات عاليه جدا، خامات ال جي. طبعا ال جي برضه موتورها ال جي، طبعا الجناب يا جماعه من الجلد الصناعي. تمام، في منظم او استبلايزر بيكون موجود من فوق، ده الرف بتاع باب الكابينه ما شاء الله حجمه كبير والرفوف حجمها كبير. عندي بقى ايه درج التبريد السريع، عندي اولا في اضاءه اهي من فوق، عندي ده في رف، ادي الثاني، ادي الثالث اللي هو فوق درج الخضار والفاكهه، ودرج الخضار والفاكهه يا جماعه حجمه كويس برده، مش صغير. عندي ده اللي هو الفلتر اللي بينقي الروائح بتاعه الاكل اللي موجود في الكابينه، عشان الاطعمه ما تعملش ريحه، يعني الريحه بتاعتها ما تختلطش على بعض. يعني بمعنى لو انا حاطط مثلا اكل لحوم وحاطط جنبها مثلا حلويات، لو الفلتر ده مش موجود هتلاقي تيجي تاكل مثلا حلويات تلاقي طعمها لحمه مثلا او فراخ، الريحه اختلطت على بعض. في حاجه اسمها برضو الدور كولينج، الدور كولينج دي بتطلع موجات تبريديه عن طريق دايره كده، بتبرد على ايه؟ بتبرد على الباب. ازاي؟ هنلاقي في فتحه كده في الباب، الموجات دي اللي هي التبريديه بتخش هنا وتطلع من هنا عشان تبرد على الاطعمه اللي موجوده او الاكل اللي موجود او المشروبات اللي موجوده في الرف بتاع الكابينه. ده درج الخضار والفاكهه، لو انا مثلا حاطط خضار بجيبه على ريحه الخضار، لو انا حاطط فروت بجيبه على فروت،
فروت هنا فتح لي الدرج عشان الفاكهه بتحب شويه التهويه، اما الخضار ما بيحبش التجميد والتبريد، لان الخضار لو اتبرد واتجمد هيعمل معايا ايه؟ هيدبل وهيبوظ. طيب حد هيقول انا مش شايف فيه فتحات تبريد، بصوا يا جماعه فتحات التبريد بتكون اهي من الجنين، ودي برضو ميزه حلوه بحيث ان كل رف موجود يوصل له التبريد. طبعا انا ممكن اشيل الرف من هنا انزله على هنا، والرف ده بيستحمل معايا اوزان تقيله. تمام يا جماعه، نخش على اللي بعديه. ودي انفرتر اللي هي الموديل بتاعها 722 اتش جي جي يو، تمام 547. طب نخش على شبيهتها واختها برضو اندونيسي، اهي يا جماعه السعر بتاعتها 546 لتر، الموديل بتاعها ام 722 اتش ال اتش ال. نشوف بقى الايه التقفيل بتاعها، اندونيسي ولا تقفيل بولندي ولا ايه بالظبط. اهي يا جماعه صنع في اندونيسيا، صنع في اندونيسيا. تعال نبص بقى على الفريزنج كابست بتاعها، فريزنج كابست قد ايه؟ 5.8 كيلو جرام طعام في ال 24 ساعة في اليوم، يعني تقدر القدرة التبريدية أو القدرة التجميدية للتلاجة دي للطعام اللي موجود فيها تقدر تجمد لي 5 كيلو طعام و8 في اليوم، أعلى من اللي قبليها ب 3.3. طيب نفس الفكرة برضو، نفس التقسيمة ونفس كل حاجة، بس هنا بقى إيه؟ الدور كولينج الخامة بتاعته مختلفة شوية، بس الفريزر واحد بس، هنا كبر لك الإضاءة بتاعت الفريزر، كان اللي قبليها الفريزر بس إضاءته صغيرة شوية، هنا كبرها لي شوية. فتحات التبريد هي هي، الأيس ميكر تمام، الفريزر هو هو، دي السمارت يا جماعة، دي بتحكم في التبريد بقى عن طريق شاشة ديجيتال، ديجيتال زراير مش ديجيتال تاتش. اللي قبليها كنت بتحكم عن طريق ترموستات أو بكرة بتلف. أول حاجة ده درج التبريد السريع، عندنا ده الرف التاني، ودرج الخضار نفس الفكرة، وبرده فيها الفلتر اللي هو هايجين فريش. وعندي بقى هنا في إضاءة، إضاءة أكبر شوية من اللي قبليها، يعني التلاجة دي تنتزع عن اللي قبليها، إن هي القدرة التجميدية بتاعتها أعلى شوية ب3، الإضاءة بتاعتها سواء في الفريزر أو في الكابينة بتكون أعلى شوية، وفيها برده الدور كولينج نفس الفكرة. هحط لكم السعر بتاعها حالا على الشاشة. طيب نخش على اللي بعديها بقى، اللي هي ال جي، اللي هي تقريبا بولندي، اللي هي كومبي. كومبي يعني ايه؟ يعني التلاجه بتكون فوق والفريزر بيكون تحت. طيب دي 347 لتر، 347 لتر، الموديل بتاعها اف 652 بي ال اف زد، اعلى كفاءه واقل استهلاك للكهرباء، بيستهلك في الشهر 27 كيلو. طب احنا لو قلناها قبليها دي كانت بتستهلك كام؟ 45.8. طيب دي بتحكم في التبريد بتاع في الثلاجه الكابينه او الفريزر عن طريق شاشه تاتش، تمام، سواء بقى فريدج زي ما انا شايف او الفريزر، وفيها واي فاي اللي انا ممكن انزل تطبيق سمارت من على جوجل بلاي واتحكم في الثلاجه واعرف الاعطال بتاعتها عن طريق التطبيق ده. فيها حاجه اسمها التجميد السريع، فيها حاجه اسمها الايكو فريندلي او الوضع الاقتصادي، في حاجه اسمها الدور الارم، يعني لو حد فتح الباب ونسي يقفله بيديني انذار، موجوده برده في اللي قبليها، والتبريد السريع والتجميد السريع موجودين في الاثنين اللي قبليهم، ماشي. وفيها لوك ضد لعب الاطفال، بحيث لو طفل لعب في اي حاجه دخل اي حاجه ما ياثرش في الشاشه، بقفل الشاشه عن طريق زرار اللوك ده، بدوس عليه لمده 3 ثواني والشاشه والتلاجه اللي شرحتها بالتفصيل في فيديو منفصل، فانا مش هطول في الفيديو علشان الوقت. تمام، دي 347، قلنا على الموديل بتاعها 27 كيلو. طبعا فيها ووتر ديسبنسر، يعني ووتر ديسبنسر بحط كوبايه الميه من هنا ينزل لي ميه في الكوبايه، المبط بتاعها مبط خارجي استانلس، دي طبعا ثلاجه استانلس اللي واخده لون استانلس، الجلد بتاعتها مش من الجلد الصناعي. تمام يا جماعه، نبص كده، ده الجهاز اللي هو الاستابلايزر او الانفرتر منظم الكهرباء. نفتح كده بقى ايه الثلاجه، هنقول الكبيره من فوق والفريزر من تحت عباره عن ادراج، ماشي. نشوف بقى صناعتها ايه، ميد ان بولند، دي بولندي يا جماعه، دي بولندي. نبص كده على الفريزنج كابست تحت اهي، اهي رابع سطر، كام؟ 7 كيلو جرام، الله، 7 كيلو اكل في ال 24 ساعه، تتفوق على اللي قبلهم يا جماعه. ليه بقى التلاجات الكومبي بيكون القدره التجميديه بتاعتها اقوى من التلاجات العاديه؟ في ناس تقول لي اجيب تلاجه كومبي اللي هي فريزر من تحت ادراج والكابينه من فوق، ولا اجيب تلاجه عاديه بابين اللي هي العاديه بتاعتنا الفريزر فوق والكابينه تحت العاديه؟ قال لها لا، لو انت عايزه قدره تجميديه اقوى هات الكومبي. ممكن بس تستخدميها لو انت عندك في مثلا، يعني في ناس في الصعيد مثلا درجه الحراره بتاعتهم عاليه جدا جدا جدا، فهم الاكل ما بياخدش وقته في التبريد اللي هو جوه الثلاجه، ما بيتبردش بسرعه، لازم اعلي الترموستات او درجه التبريد لاعلى درجه. لكن الثلاجات الكومبي يا جماعه بيكون فيها حاجه اسمها تبريد منفصل. يعني ايه تبريد منفصل؟ يعني
تبريد للكابينة لوحده وتبريد الفريزر لوحده. اما التلاجات العادية التبريد بيطلع من الدورة التبريدية او المكثف بالموتور بالفريون، بيطلع على الكابينة على الفريزر، بعد كده ينزل على الكابينة، تمام. لكن دي لا، هو عامل لك بقى الفريزر من تحت عشان التبريد يخش اول حاجه على الفريزر يبردها، وعمل لك بقى تبريد منفصل في بعض الموديلات الكومبي اللي موجوده في السوق للكابينه نفسها، تمام يا جماعه. المعلومه دي انا اتاكدت منها جدا. التلاجات الكومبي تبريدها بيكون اقوى، دي 7 كيلو، يعني شوف حجمها قد ايه، وبتبرد ل 7 كيلو، اكبر من اللي قبليهم. اللي قبلهم كان 5.5 و5.8، اما دي 7 كيلو طعام في اليوم. طب دي حجم التلاجه كده من جوه. ده اول حاجه الرف بتاع الكابينه، ده فيه رف، ادي التاني. طبعا ده بتاع البيض، الجزء بتاع البيض ده الووتر ديسبنسر اهو، بينزل لنا ميه من فوق، بحط هنا بقى فيه ميه عصير زي ما انا عايز. ده الحجم بتاعه اهو يا جماعه، تقريبا 2 لتر و3 من 10، تمام. وفي رف برده ممكن احط ازازه هنا او احط ازازه هنا. طيب عندي اول حاجه في اضاءه عريضه اهي من فوق وشكلها جميل، والتلاجه دي خامتها حلوه قوي. ادي في رف اهو، وفي حجرتين تبريد بيخدموا عليه، وفي رف تاني. الرف التاني ده بقى بص يا جماعه، ممكن ايه، ممكن اتنيه كده، ادخله لجوه كده. ليه؟ علشان لو انا عايز احط حاجه مثلا قدره فول او حاجه عاليه، الرف ده ما يعطنيش اقدر احط الحاجات العاليه فيه، بخصوصا ان الكابينه ما فيهاش رفوف، يعني المسافه من كل رف والتاني بتبقى ضيقه شويه، تمام. ده بقى الجزء اللي بتحط فيه ازاز الميه اهو، احطه مثلا هنا، تحط ازازه الميه من هنا، بس تقلبي الناحيه التانيه كده عشان يبقى ايه سهل معاكي. تحط ازازه ميه هنا وازازه ميه هنا، ميه بقى اللي انت عايزاه. بتحكم بقى ايه، في هستخدم الدرجين دول، هستخدمهم لحوم واسماك ولا هستخدمهم خضروات. لو هستخدمهم مثلا خضروات بجيب الزرار ده ناحيه ايه، ناحيه الفيجيتابول. لو عايز سمك حاطط سمك، بجيب ناحيه السمك، بجيب ناحيه اللحمه. ليه بقى يا جماعه الكلام ده؟ لان كل اطعمه من دول بيكون ليها طبيعه خاصه، بيكون عايزها بروده معينه، فهي الثلاجه دي مصممه ان انا لو حاطط فيها حاجه اعرفها، لان الثلاجه دي بتشتغل بالذكاء، ذكاء اصطناعي اللي هو البرامج والحاجات التكنولوجيا العاليه دي. طبعا هنا درج الخضار والفاكهه، برده لو انا حاطط خضار بجيبه الزر ده ناحيه اليمين، لو انا حاطط فاكهه بجيبه ناحيه الشمال. عندي بقى درج اللحوم والاسماك اهو يا جماعه موجود عندي. الرف برده حلو، خامته حلوه، بس الثلاجه اللي قبلها كانت رفوفها خامتها اعلى شويه. نخش كده على الفريزر. الفريزر ادراج، يعني في ناس برضه ايه ممكن تجيب الثلاجه دي تستغنى عن الفريزر، لان هو منظم لك الفريزر وليه تبريد منفصل عن تبريد الثلاجه نفسها. عادي في درج صغير، في درج كبير. بص السلاسه يا جماعه بتاعت الدخول والخروج، اتكلمت على الثلاجه دي بالتفصيل قبل كده. وفي درج متوسط، وفي بقى الايه الايس ميكر ممكن اشيله خالص، اللي هو الجزء التقليدي، الشكل التقليدي بتاعه. هحط لكم السعر بتاعها تاني على الشاشه. نخش على اللي بعديها بقى، دي الصيني، ال جي الصيني، بس ال جي يعني ال جي فاتحه مصنع في الصين عشان نعملها هناك رخيصه شويه، تمام يا جماعه. بس الثلاجه ال جي موتورها ال جي غاز تبريد R600، ثلاجه ممتازه جدا، ما تقلش الجوده عن الاندونيسي او عن البولندي، ماشي. دي 438 لتر، دي الموديل بتاعها سي 602 اتش ال سي يو، تمام. اعلى كفاءه واقل استهلاك للكهرباء، بتستهلك في الشهر 27 كيلو. هحط لكم السعر بتاعها حالا دلوقتي على الشاشه، تمام. دي الموتور ضمان 10، عليه ضمان 10 سنين، والبيت الكابينه بالاجزاء بتاعتها الباض يعني 5 سنين. نبص كده على التلاجه من جوه اهي، نبص كده على الفريزنج كابستي، تقريبا مش كاتبينه اهي يا جماعه، ميد ان شاينا، ميد ان شاينا، بس ثلاجه ال جي الموديل بتاعها اهو زي ما انتم شايفين. انا مش شايف الفريزنج كابستي خالص. الغاز بتاعها R600A. الكلام بتاع التلاجه دي بالتفصيل، كل التلاجات دي بشرحها، كل تلاجه من دول في المعرض موجوده، شرحها في فيديو مفصل مديها حقها في الشرح، تمام. فيها المنظم برده من فوق، ده غرف التبريد بتاعتي، الايس ميكر، ده الستاره بتطلع هواء بتبرد على الجزء الامامي من الفريزر، ده الفريزر من جوه. عندي الكابينه اهي، بتحكم في التبريد عن طريق برده تربوستات او ديجيتال زراير من جوه اهي يا جماعه. عندي اضراف، ادي التاني التالت، ودول الخضار والفاكهه اهو زي ما انتم شايفين، تمام. نخش على اللي بعديها عشان الوقت الفيديو. دي بقى ال جي التركي، دي موتورها مش ال جي، موتورها اسمه جيك سيبيريا، اللي هو موجود في مواتير ثلاجات وايت بوينت وبوش وبيكو وتورنيدو التركي،
اتكلمت على الحاجات دي لحد ما قلبي اتقطع او تعب من كتر الكلام. يا جماعه الترك كل واحد، عشان ما حدش يسالني كتير، الترك كل واحد، سواء في الثلاجات، وايت بويت، بوش، بيكو، ال جي الجديده اللي هي التركي، تورنيدو التركي مش تورنيدو المحلي، كلهم بيطلعوا من مجمع صناعات في تركيا اسمه فيستل. هتلاقي نفس الماتور جيك سيبيريا ونفس غاز التبريد، وهتلاقي نفس التقسيمه من جوه. يعني لو فتحت ثلاجه كده من ثلاجات من اي ماركه، بصيت على التقسيمه بتاعتها كده من جوه، ايه دي اسمها ال جي التركي. شايفين التقسيمه دي؟ خليكم فاكرين، شايفين الاضاءه اللي في اليمين والاضاءه اللي في الشمال والرفوف؟ تعالوا نروح بقى ثلاجه كده تركي تاني اسمها وايت بوينت، خليكم فاكرين التقسيمه. ها اهي يا جماعه، الاضاءه على اليمين والاضاءه على الشمال، واهي زي ما انتم شايفين. هي ولا مش هي؟ طيب دي ال جي التركي حلوه برضه مش وحشه. دي ماتورها مش ال جي، عندي في مروحه اسمها مالتي بير فلو، عندي دي في رف، ادي التاني، ادي التالت فوق درج الخضار والفاكهه. دي ما فيهاش فلتر، ها عشان الناس فاكره ان الجزء ده اللي هو الفلتر، لا دي مروحه توزيع التبريد داخل الكابينه. ده درج لحوم والاسماك، وده درج الخضار، ودرج الفاكهه. ماشي اهي يا جماعه، في فيديو التركي اهي، يا رب تكون باينه. والساعة بتاعت الفريزر 97 لتر، والساعة بتاعت الكمينة 304 لتر، ويبقى التوتال كله كام؟ 401 لتر. غاز التبريد بتاعها ار 600 ايه؟ ماشي، هحط لكم السعر بتاعها على الشاشة. نخش على اللي بعديها، اللي جي بقى ال جي اللي هي 393 لتر، اللي هي الموديل بتاعها سي 562، تمام؟ أعلى كفاءة وأقل استهلاك الكهرباء، 27 كيلو، دي شكلها من بره. اللون اسود، مش ترموستات، بتحكم في التبريد عن طريق ترموستات. تعال نشوف كده منشاها ايه. اندونيسيا اهي، من اندونيسيا، تمام. كاتبين الفريز كابيستي ولا لا؟ مش كاتبينه، مش كاتبينه، بس غاز التبريد بتاعها ار 600. بوني تشتغل في المناطق اللي هي تروبيكال، المناطق الحاره، ده المنظم بتاعها من الجلد الصناعي، طبعا من الجناب. هتلاقي الاندونيسي والبولندي، الاندونيسي معظمه الجناب من الجلد الصناعي. ماشي، الفتحات التبريد ده في ليزر ايس ميكر، كلهم نفس الفكره، بتحكم في التبريد برضو عن طريق اللي هو الترموستات، البقره دي بلفها، الستاره بتاعتي، ادي في رف، ادي التاني اهي يا جماعه. الثلاجه من بره، من بعيد قصدي، تمام. دي ما فيهاش فلتر، ها ما فيهاش فلتر، حتى هتلاقي مكان الفلتر اهو مش موجود، ما فيهاش فلتر. فيها الدور كولينج، تمام، فيها اضاءه موجوده هنا. الثلاجه دي ما فيهاش اضاءه في الفريزر، ها كان في مكان اضاءه المفروض يحطوه، بس ما ايه، ما بتحطش فيها اضاءه في الفريزر. هو هحط لكم السعر بتاعها حالا على الشاشه، وسعرها مبالغ فيه يعني بالنسبه للكيكه. المقبض بتاعها مقبض بلتي ان في الثلاجه نفسها. نخش بقى الثلاجه الثانيه الاندونيسي برضو، في نفس الاندونيسي اهي، دي ال جي، الساعه بتاعتها 333 لتر. هحط لكم السعر بتاعها حالا على الشاشه. ده المقبض الداخلي في الباب، دي انفرتر طبعا توفر في الكهرباء. دي الحجم الصغير من الاندونيسي اهي يا جماعه، صنع في اندونيسيا، تمام. غاز فريزنج كيمست اهو مكتوب، فريزنج كيمست القدره التجميليه بتاعتها 2.8 كيلو جرام في 24 ساعه، قليل بس حلو بالنسبه لحجمها، من الجلد الصناعي، من الجناب وفوق، متحكم في التبريد عن طريق الترموستات، تمام. ده الحجم بتاعها من جوه، فيها الدور كولينج طبعا، ده الحجم بتاعها اهو زي ما انتم شايفين يا جماعه اهو. والجزء بتاع البيت ده حلو قوي في التلاجه دي. بص هو اصلا يعني محطوط الرف ده مصمم للرفوف البيض، يعني حتى ما ينفعش تشيل الحاجه، يعني هو ايه، هو لازق في الرف نفسه، او الرف نفسه بتاع بيض. ماشي اهي، ده التلاجه من جوه. معلش الفيديو طول، نخش بقى على ال جي التركي، تمام. بس المقاس الصغير 309 لتر، الموديل بتاعها 312، على كفاءه واقل استهلاك الكهرباء، بتستهلك في الاشهر 26 كيلو. هحط لكم السعر بتاعها حالا، زي الكبيره كده بالظبط، بس ده المقاس الصغير اهي يا جماعه زي ما انتم شايفين اهي، ده الحجم بتاعها، تمام تمام يا جماعه كده. طبعا ال جي التركي سواء الحجم ده او الاكبر منه ما بيكونش فيه فلتر، والاضاءه مش موجوده في الفريزر.
ده كل حاجه عن اسعار ثلاجات ال جي. انا اي حاجه بتنزل، اي اسعار جديده بتنزل، بعمل لكم فيديو عليها على طول، وبرضه بنزل اسعارنا على قناه التليجرام ومجموعه الفيسبوك والصفحه بتاعه الفيسبوك. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.